يا أخي مو مثل الأولانية بس هي كمان حلوة كتير. مبروكة. حلال عليك أمير، مبروك إن شاء الله. بس كيف أقنعته لأبوك؟ لحظة، أبو مين حبيبي؟ هي مو من مصاري البابا. لكن من وين دفعت حق السيارة؟ هات لشوف. قرض من البنك. استنى، إذا قرض مساعدات كنت إلا لنكفلك نحن كمان. إيه، وشلون رح تدفع القرض أستاذ؟ أكيد من أبوك، لا تضحك علينا. لا أنا رح أدفعه لآخر قرش. إيه معناتها انتبه لتروح السيارة كمان. هديك الغلطة ما رح تتكرر. إيه وشو صار بهديك؟ التأمينات ما غطتها ما؟ السافل قال إنه رح يغطي الضرر. أي سافل؟ الحرامي؟ ميكانيكي. إيه إذا باع حاله ما بيكفي. أبوه قال إنه رح يدفع وأنا عم بستنى لشوف. لك هالمسكين أبوه، كيف ومن وين رح يجيب لك كل هالمصاري؟ هي ما فهمت. والله زعلت على هالشاب وأبوه كمان. درويش لما قال لي إنه رح يدفع حسيت إنه ابنه زرق ورح يختنق. لا تزعل مني أمير، بس بالقصة هي 100% الحق عليك أنت. لك كيف بتترك هيك سيارة لناس ما بيحلموا يشوفوها حتى بمنامه وما بتعطيه رقمها؟ لك شو مستني؟ مستني الحرامي يصحى ضميره. بالمخفر خبروني انه لقوا صورة سيارتي بجيبته. عظيم عظيم، هالمسكين اتحققت احلامه. شو بيضحك ما؟ فريحة؟ كنت رح اقول لك الحمد لله على السلامة، بس طالما انك انت قاعد وعم تتمسخر على المساكين ما رح اقول لك. عقبال بقية رفقاتك.